عالسلامة مسيو. السلامة، شو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. قد من روحك؟ محمد حسن، تاكسيس في جابس، من جابس. باش نحكيو اليوم احنا على موضوع تشجيع العائلات التونسية لأبنائها على الهجرة سواء قانونية أو غير قانونية، شنو رأيك؟ والله اللي نراها هني نشجعهم على الهجرة قانونية ولا غير قانونية. أنت زادة؟ إيه نشجعهم. علاش؟ على خاطر معناها في البلاد قاعدين مع حد واصل لشيء، يخدم في خدمتين وماش خالط الواحد. يخدم خدمتين ومش خالط الواحد. فيش يخدم خدمتين ومش خالط. يخلو معناه من الغلوات ياسر غلاء. أنا غلاء ياسر معناه العاد لا خالط العالمي لا على الضوء لا على سينساس لا أنا المعيشة نار. معناه حتى بش يعيش بالتعب، يقول لك أني تعب نمشي نهاجر للأوروب وعلى الأقل كهرباء سمح ريتريت سمح كذا. أما مش كما نشوفوا فيها بالمجازفة، ومعناها باش يجازف بروحه كما نقولوا باش يحرق وكذا، ومش بالساهل باش يلقى خدمة، لازم يكون عنده غادي، هذا كله نعرفوه. أما باللي يكون أبرك من هني. أنت في بلادك هنا تخدم يعني؟ والله مش شبه قد نخدم في تاكسي في جابس، معناها والله شبه قد مشت انا بابا صغار وكذا شوي. على خاطرك يعني مربوط بالتزامات عائليه هذيك بالضبط. اني واقسم بالله العظيم كان ما جيتش مربوط كما قلت بالتزامات عائليه وبالرخصه نتاع التاكسي، اقسم بالله العظيم رمشي خرجت البر ما نقعدش. عندك في العائله شكون البر؟ عندي اختي في هولندا، وعندي ضراري عمي غاديك الكل، ود خالتي غاديك الكل، اغلب الفامي غاديك. حكينا برشا مع شباب من الجنوب وصرحوا بانه بريسك الجنوب ما عادش فيه شباب، معناها هاجروا كل الجنوب. بالنسبه للجنوب بكون حنيه فيما نقولوا فيما نقولوا المنطقه نتاع جابس قريبه للبحر، وانا ثم الحراقه، اغلب الشباب هاجر ياسر هاجر ويخدموا للامانه، ثم اتصالات وثم كذا قال لك قاعدين نخدموا لاباس وكل شيء امور الاوراق ما تحب لها وقت، بقى حتى في النوار يخدموا غاديك او لاباس. امر محزن انه شباب الجنوب الكل هاجر يعني ما عادش. هذا اللوم كله يرجع للدوله، اللوم هذا كله والله يرجع نراه اني يرجع للدوله، على خاطر معناها كان يلقي روحه مراقل هني ولاباس وياخذ في حقه كامل وخالط ما هجرش، نتصور ما هجرش. الكهرباء فيما نقولوا في الاوروب اللي تعمل لك زوز ملايين، معناها تجي لهني تلقاها ب 40 مليون، معناها تشفقي باش تركبي على كهرباء سمحه. ساعات لين يهز ربي نتاعها ما تركبيش على كهرباء سمحه، معناها وغادي معناها كل شيء رخيص غادي. تراه بلاش معناها للسنة الريترات احنا زي جماعة التاكسيات معناها تضرب تصب ب 35 عام و 40 عام يجيك 300,000. تو حديث هذا، تو 300,000 ريترات اش باش يعملوا له 300؟ وفعلا ثم شكون اللي جا الريترات ياخذ 300. اي معناها الدولة ما تسجع حتى في شيء. حالة وبرا والله حالة، والله كي يتذكر برشا حاجات معناها يتأسف على برشا حاجات. على نسبة البطالة والشباب اللي نسبة البطالة للأمانة ما جيل الرسمي ما اللي خدم موجود في تونس، ونحكيو في تونس عامة ثم الخدمة الجيل الصحيح ثم الخدمة، أما ما توصلاش كي يخدم هو يخدم ما توصلاش الشهرية اللي باش يخدم بها كالمليون ولا 900 ولا كل ما يوصل شيء. مع الغلاء هذا ما توصل، مع الغلاء هذا معناها باش يعيش حياته كو، اما فيما نقولوا باش يعمل فيما نقولوا حاجه باش يعرس ولا يبني ولا يعمل كذا ولا هذا ينحم من باله. بالنسبه منا وبرا ينحم من باله حديث هذا كله، يا يعرس كاري يا برشا حاجات ما خلطلهاش. هاي بيعيش صحيح، يلبس سمح صحيح، ياكل سمح صحيح، اما باش يفكر في باش يعقب الله ما يعقبش. بالنسبه لتونس توا آه.
الشباب يقول لك حتى اللبسه ولات غاليه معناتها وما نجمش ناخذ لبسه كيف ما نحب. بالفريب ها زينيني هذا خذتها بالفريب تو والله خذتها امس والله خذتها امس ب 3000 فرنك. انا ما شنو نمشي ناخذ اني تريك ب 25 30000 ما يساعدنيش ببسط تصغار اني باش نمشي نلبس هاكا 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 قداني. انا تاجر في الوقت هاي فريب معناه ويازم يشوف فريب رخيص زاد. تلوم على الشباب ولا ما تلومش عليه؟ والله اللي نراه هني والله لا نلوم عليه الشباب اقسم بالله على المهاجر ما اللي هاجر والله العظيم لا نلوم عليه. بالاخص كان في ما نقولوا راجل حصل بوزا روحه غديك وشد خدمه وكذا كذا والله لا نلوم عليه. انا مشو عندنا في بلاصه يعني نسكن في قاب ثم اللي مشي ولاباس وروح بكرهبه وعاود روح بكرهبه البابا حارق راه كرهبه البابا وبني وشيري لوطي اللي هو كان قعد هنا في ما نقول في تونس فيسبا ما يركبش عليه فيسبا ما يركبش عليه مش كره كرهبه اللي هو وبعث كرهبه البابا وشيري لوطا وكذا وبني انا لاباس لاباس كان قعد هنا ما يعمل شيء. معناها العائله التونسيه اليوم عندها الحق انها تشجع ولدها ولا ابنائها بصفه عامه يعني على الحرقه عندها الحق. انا ولا يفصحوا حتى على تركيا تو ابار الحرقه ابار البحر ثم تركيا على البر يهون شويه فلوس وثم وثماك اليخت تو ب 8 ملايين انا ساعتين ثلاثه يكون في ايطاليا انا يبعد عن الخطر. يعني هذا الحل والله نراه اني هذا بالنسبه للشباب اللي نجم يخرج يخرج يعني بالاخص اللي عنده صنعه فيما نقولوا بلومبيه ولا بناي ولا كذا ولا كذا اللي نراه هني يمشي خير. تشوفي فيها هني تشوفي الناس معناها وكلها الفقر تشوف اكثر معاناه في الجنوب من شنية والله في قابس تحديدا معاناه في الجنوب في قابس بالخصص في قابس هي التلوث معناه تلوث جوي والبحر فوش وزيب سرا عبوه ما عاد بحر كبوه ومعناه والهواء معناه اقسم بالله العظيم ساعات يدخل للدار ويحل لك الكليماتيزار باش ينجم يتنفس معناه يسيبوا لنا فاك الامونياك في قابس واكل بخاره اقسم بالله العظيم معناه اكسجين حتى تلقي يعني تلوث وهجره و معناه مشاكل الكل مشاكل الكل والحمد لله يحمد ربي على كل شيء. خليك الكلمة الأخيرة شنو تطلب مسيو؟ ها؟ المسؤولين شنو تطلب؟ شنو توجه ميساج؟ والله العظيم أني نقول لك الكلمة الأخرى الميساج الأخر وماذا بيا يوصل أني معناها بالنسبة للحكومة التونسية فيما نقولوا هالغلوات وكذا والتصعيد في الغلاء ما مش مبطلين على الغلاء وياسر والمواطن معاش خالط معاش خالط على شيء والله كان يلتهب فيما نقولوا ثرواتنا وين ماشيه فيما نقولوا ثرواتنا فيما نقولوا نهبتها فرنسا يلتهب بفرنسا خير ما يلتهب بالمواطن نحي لوالديه المواطن. مواطن نازلين عليه معناها وثرواتنا معناها تجي تونس من الاوائل في الجبس في تطوير تجي فيما نقول للغاز ما شاء الله فوق الغاز في جبس فوق واد غاز تجي للبترول عندها معناها تجي فيما نقول للدقله من الاوائل تجي للزيت من الاوائل معناها جيل الفقر من الاوائل. تيلتي ثروات نهبتها ناس معناها بايعه بلادها تنازل عن مواطن كذا كذا باتين من 200 تصبحها في 400 50% زيد 100% زيد زيد بشوي معناها غلاء انا كراتي كل شيء والله لا دخلتين على شيء اني اللي نراه اني والله العظيم كان معناه يتبع ثروات البلاد نصورها دبي ظل تونس صاروخ يطلع على الاقتصاد نتاعها مش نزل لك على المواطن. المواطن باللي تنزل عليها ما عندها ما عاد في ما تعصر المواطن ما عادش في ما تعصر كمل لك هو نشافه يابس المواطن ما عادش فيه التي بثروات البلاد يا ودي جبس من الاوائل الغاز من الاوائل بترول معناها الدقله الزيت من الاوائل واحسن زيت معناها تلقي في تونس معناها ما شاء الله في كل شيء معناها دولة ثرية من الموارد الطبيعية ومش طبيعية. أنا تجي معنا المواطن المواطن مسكين والله يسخف أقسم بالله العظيم يسخف المواطن التونسي.